اول شيء الله يهديهم للطريق الخير والاستقامه والمرصدهم باش يطال باش يتابعوا الدراسات ديالهم مزيان، يديروا البحوث ديالهم باش تنفعهم ويطلعوا في الكتاب، لان الكتاب راه مهم بزاف وكيفيدهم بزاف ديال الامور اللي ما كيكونش مطلع عليها الانسان وكيعرفها، بدل من داك القضيه ديال الملاهي ديال البورطابلات وديال كل شيء تيخليهم لا حول ولا قوه الا بالله. فلهذا كنطلبوا منهم من هاد الشباب ديالنا باش يتبعوا الكتاب يحققوه مزيان ويدرسوه، وإلا درسوه راه ما يخصم حتى شي خير. ما عمرني زرت شي معرض هنا في الرباط، كنت تبقى لي زرت ديال الدار البيضاء. على العموم كاين مسائل مهمة هنا، جيت غير نشوف شوف شنو كاين، وقالوا بأنه كاين شي واحد السيد بغى يوقع على واحد الكتاب ديال عبد الله إبراهيم. قال هذه كون هذا نسول عليه تنشوف اش كاين. لا لا جينا نقارنوا من نسبه من قبل، الكتاب ما بقاش عنده ذاك الاقبال اللي كان عنده من قبل بطبيعه الحال، نظرا لعده عناصر. وتنتمنى انا باش الناس الشباب سيرتو الشباب يعطيو الاهميه للكتاب والقراءه طلب الكتب الفقهيه المالكيه مثل شرح خالي شرح المعاشر شرح الرساله وشرح ابن أجرهم وتفسير القرآن المالكي بحال كتاب الأحكام القرطبي. والشباب نطلبوا منه يتوجه لهذا التعليم العتيق، تفسير القرآن والحديث والمذهب المالكي بالأخص والمذاهب الأخرى تيطلع عليها. يكون فينا موعد مع الكتاب الذي صدر أخيرا من عدة جهات الناشرة، فهو موعد ننتظر بشغف، باعتبار أنه تتجمع فيه وتتركز فيه الإنتاجات العربية وأيضا الدولية في كل حقول المعرفة. الإقبال على المعرض بالنظر إلى الإقبال على معارض أخرى تجارية وتسوقية يبقى ضعيفا، وهذا يكشف زهد خاصة القراء من الشباب أو زهد الشباب على القراءة. الجهاز النقال والهواتف تعاملوا معه معرفيا، أي بمراجعة بعض الصفحات العلمية، ولكنهم لأنهم لم يعاصروا ولم يقفوا على لذة القراءة فإن من الصعب عليهم أن يحسوا بهذه اللذة وأن يقبلوا على الكتاب. فيبقى الشاشة الهواتف النقالة تبقى ضرة ومزاحمة كبيرة للكتاب، يحتاج إلى جهد جهيد من المربين والأساتذة والآباء لجعل الكتاب يحتل رتبته الحقيقية، وأن المعرفة حتى ولو مكنتها هذه الأجهزة الإلكترونية فإنها لن تحل محل الكتاب